قلت لكم الخوت راحنا في شارع بوراس، راحنا في الفوق ديالو تقريبا، غادي ندير واحد الدوره خفيفه تشوفوا معنا كي دايره الاجواء في المدينه ديال بركان، في بعض الشوارع اللي كاينه في مدينه بركان. هذا المسجد كيتسمى مسجد هوار اللي كاين في الجهه ديال كراكشو، يعاودوا يحفروا شي بلايص. مهم الدعوه راها مرونه في هذه البلاصه بالضبط، شوفوا معايا الاشغال راها مستمره في هذه اللحظه. الجرده ما عرفتش راهم حتى هي راهم يعدلوا فيها شي حوايج، كانوا صغروا شويه التريطوار ديال الجرده ديال بايو، بدلوا شي حوايج. شوفوا معايا هما الاشغال الخوت في هذه البلاصه، هنا راهم يحفروا، كل شيء موجود. نعرف واش غادي نقدروا نفوتوا ولا لا. تحتها دائما مشكله ديال السيركيلاسيون، دائما صعيب باش تفوت بها. عاودوا له حتى هو التريطوارات، باقي له واحد الحاجه وهي الاضاءه في الليل، مازال عاد ما كملوهاش، باقي الاضاءه في الليل. فهاد الشارع راه مظلم في الليل، الا جيتوا هنا في الليل راه مظلم. المهم دوك باش يخدموا، ولكن مازال الخدمه عاد مازال ما كملتش. ما كاينش شي بلايص داروا لهم، يعني بداو يديروا دوك الطوبيات الكبار ديال التريطوارات في الجهه اليسريه، حتى هنا شويه في الجهه اليمنيه بزاف. هادي من الحوايج اللي جداد، راه كاين اللي ربما مده ما شافش الجديد ديال المدينه ديال بركان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحه جيده وانتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناه. اليوم ان شاء الله غادي تكون واحد الجوله في مدينه بركان. اليوم يوم الاربعاء 30 اكتوبر 2024، الساعه راها 23 دقيقه بالضبط باش تعرفوا التوقيت والتاريخ وكل شيء. رحنا في مدينه بركان، راني بالضبط في شارع بوراس. هذا النهار ان شاء الله غادي نبداو الجوله من هذه البلاصه، وغادي نتجولوا بكم في مجموعه ديال الشوارع الاخرى اللي كاينه في مدينه بركان. نبغي نوجه لكم واحد التحيه اينما كنتم، الى كنتم اول مره تشاهدوا فيديو من فيديوهات القناه ادعوكم للاشتراك، بارطاجوا هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وخليونا نتجولوا في مدينه بركان. بسم الله على بركة الله، نبداو الجولة ديالنا لهذا اليوم. البلاصة اللي راني فيها الخوت هي شارع بوراس. هذا النهار الصراحة الجو رائع، واحد الجو مشمس، الجو غير ديال الخريج، ديال التحواس، ديال المشياء، ديال الرياضة. المهم واحد الجو رائع الصراحة اليوم، الدعوة راها مشمسة في بركان. هذا النهار غادي نتجولوا بكم شوية في شارع بوراس وفي مجموعة ديال الشوارع الأخرى اللي غادي تشوفوها معايا في هذا الفيديو. مدة ما درنا شي جولة في مدينة بركان، شوفوا الأجواء كي دايرة في المدينة ديال بركان، في الشوارع ديال بركان. توقيت كما قلت لكم راها 23 دقيقة، يعني راحنا ما بين الظهر والعصر. كما قلت لكم الخوت راحنا في شارع بوراس، راحنا في الفوق ديالو تقريبا. غادي ندير واحد الدورة خفيفة تشوفوا معنا كي دايرة الأجواء في المدينة ديال بركان، في بعض الشوارع اللي كاينة في مدينة بركان. هذا المسجد كيتسمى مسجد هوار اللي كاين في الجهه ديال كراكشو. الدعوه مشمسه هذا النهار، الجو زين الصراحه، الجو كما قلنا الخوت غير ديال الخريج، ديال الدورات، ديال المشيه، ديال الرياضه. الصراحه اجواء رائعه في المدينه ديال بركان هذا اليوم. مره كان يعني كيكون الغيام، ولكن ماشي بزاف. اليوم الدعوه راها مشمسه، غادي نوليو على الطريق ديالنا، نمشيو مع شارع بوراس كامل. شوفوا معنا بعض التغييرات اللي كاينه في الشوارع ديال بركان، وموراها ان شاء الله غادي نمشيو حتى الجهه ديال الشارع الرئيسي اللي هو شارع محمد الخامس، وبعض الشوارع اللي كاينه في ديك الجهه. ما كرهتش تنزلوا في لي كومونتير تقولوا لي اسم المدينه اللي راكم فيها ولا اسم الدوله، نبغي نقرا كاع لي كومونتير ديالكم. اذا كان عندكم شي اقتراحات لفيديوهات مقبله، شي بلايص باغيين تشوفوهم سواء في المدينه ديال بركان ولا في مدينة وجدة ولا في الناظور ولا في النواحي، كتبوها لي في التعليقات، وان شاء الله غادي نجاوب على جميع التعليقات ديالكم، وغادي نلبي الطلبات ديالكم في اقرب وقت. نخليكم تكملوا معنا هذا الفيديو، نتمنى لكم فرجة ممتعة.
هذا هو شارع بوراس الخوت، واحد من الشوارع الرئيسية اللي كاينة في مدينة بركان، واللي جاي في الجهة ديال بايو. هنايا الخوت كاين مجموعة ديال الأشغال في هاد الجهة ديال الجردة ديال بايو، بزاف ديال الزناقي اللي قراب له، كاين بزاف بزاف ديال الأشغال، راهم كيخدموا شي تريطوارات، راهم كيعاودوا يحفروا شي بلايص. المهم الدعوة راها مرونة في هاد البلاصة بالضبط، شوفوا معايا الأشغال راها مستمرة في هاد اللحظة. الجردة ما عرفتش راهم حتى هي راهم يعدلوا فيها شي حوايج، كانوا صغروا شوية التريطوار ديال الجردة ديال بايو، بدلوا شي حوايج. شوفوا معايا هما الأشغال الخوت في هاد البلاصة، هنا راهم يحفروا، ما عرفناش واش راهم يديروا الصراحة. المهم هاد الجهة راه خدامين فيها منذ مدة، راه ماشي غير اليوم، راه هادي مدة هما خدامين في هاد الجهة. نشوفوا كي غادي نديروا الفوتو من هنا. هي مدرسة الانبيعات، هي هادي مدرسة الانبيعات. بالنسبة للتريطوارات في اليمين واليسار حتى هما كانوا خدموهم ديك المرة، كانوا حفروا شوية، باقي عاد الأشغال مازال يمكن غادي يعاودوا القدرون غالبا لهاد الطريق، لأن خصها تعاود، لأن فيها شي بلايص راهم محفرين مازال عاد ما كملوهمش. وراكم تشوفوا الأشغال راها متواصلة في هاد البلاصة وفي مجموعة ديال الأماكن الأخرى اللي قريبة لهاد الجهة. كافي رويال هي اللي راها تبان لكم لهي، حتى هي كانوا هدموا لها واحد الجزء باش يوسعوا الطريق، الواحد يحضر راسو مزيان مع هاد الاشغال. راكو عارفين كتكون القضيه مرونه، كيكونوا بزاف ديال الحفاري، بزاف ديال البلايص اللي خدامين فيهم، الواحد يمشي غير بشويه ويحضر راسو. هاي كافي رويال هي اللي راها تبان لكم في اليسر، هي راه كانوا هدموا واحد الجزء منها، وحتى ديك لا فارماسي اللي انفصل ليها حتى هي نفس الشيء، كانوا حتى هي هدموا لها واحد السقف ديالها. غادي نمشيو مع هاد الطريق، غادي نمشيو مع شارع اللي كيتسمى شارع الشهداء، هو اللي غادي نفوتو معاه، هو هذا الخوت. وغادي نديكم حتى للجهه ديال بني جديد، حتى هي راه كاين بزاف ديال الطرقات اللي كانوا عدلوهم، كاين حوايج اللي تبدلوا. وكل مره ان شاء الله غادي تكون جوله في بعض الاحياء ولا بعض الشوارع ديال مدينه بركان. وصراحه هذا واحد من الشوارع اللي حتى هو تخدم مزيان، اللي هو شارع الشهداء. راكم تشوفوا راه يعني وسعوه في اليمين واليسار، عاودوا له حتى هو التريطوارات، باقيه له واحد الحاجه وهي الاضاءه في الليل، مازال عاد ما كملوهاش، باقيه الاضاءه في الليل. فهاد الشارع راه مظلم في الليل، الا جيتوا هنا في الليل راه مظلم، يعني باقي عاد الاشغال ديال الاضاءه، يديروا البوطويات ديال الضو جداد، المهم يغيروا بزاف ديال الحوايج اخرين. نتمنوا انهم يكملوا هذا الشيء في اقرب وقت، لان راكم عارفين هذا واحد من الشوارع الرئيسيه في المدينه ديال بركان، واللي كيربط بين الشارع ديال محمد الخامس وبين الجهه ديال بني جديد والتحطاحه اللي دائما عامره واللي دائما فيها الحركه. قربنا لبنوروشت، هي هذه اللي راها تبان لكم في اليمن، اعداديه بنوروشت، واحده من المؤسسات القديمه في المدينه ديال بركان، واللي عندها سنوات طويله باللي راها خدامه. هنا الخوت كاينه هاد الرون بوا اللي دارت جديده حتى هي. هنا الا كملنا ديريكت غادي نمشيو مع شارع بنو سينا، ولكن ما غاديش نمشي مع هاد الشارع، غادي نمشي للشارع الاخر اللي ولا كيمشي حتى هو في جوج ديال الاتجاهات. هادي شحال كان غير هود، اليوم عدلوه ولا كيمشي في جوج اتجاهات، يعني ولا كيطلع ويهود، هو هذا اللي غادي ندورو معاه. هاد الشارع الخوت هذا اللي كيفوت في الوسط ديال بني جديد، والصراحه ولا واحد الاضافه كبيره، خفف بزاف الضغط اللي كيكون في هاد الجهه ديال بني جديد وفي هاد الحي ديال بني جديد، لان هادي شحال راكم عارفين كان غير شارع واحد، هذا كان كيمشي غير في اتجاه واحد، اليوم ولا كيطلع ويهود بالخصوص في النهار، يعني تمشي فيه مرتاح، ما كايناش ديك السيركيلاسيون بزاف. هادي من الحوايج اللي جداد، راه كاين اللي ربما مده ما شافش الجديد ديال المدينه ديال بركان. هادو من بين الاشياء اللي تغيروا، هو هاد الشارع اللي كان هادي شحال غير كيهود، اليوم راه ولا يمشي في جوج اتجاهات ولا يطلع ويهود. غادي نمشيو معاه حتى للطحطاحه، نشوفوا واش نقدروا نفوتوا من تما ولا لا. نخليكم تكملوا هاد الفيديو، نتمنى لكم فرجه ممتعه.
احنا خرجنا في التحتاحة على ما اظن درك، ما غاديش يكون شي ضغط كبير بحال في العشية، كتكون شوية مرخوفة. ما الخضارة راه بداو يحطوا. يا الخوت شوفوا معايا الخيرات، البنان، الديسير، التفاح، كل شيء موجود. انا عارف واش غادي نقدروا نفوتوا ولا لا. التحتاحة دائما مشكلة ديال السيركولاسيون، دائما دائما صعيب باش تفوت بها. والحرور والمطيشة. يا الخوت شوفوا معايا الخيرات، ولكن واحد الضغط كبير هنايا، صعيب صعيب انك تفوت بالسيارة ديالك في هاد البلاصة. احنا سلكناها. والله الا الدعوه مرونه، اللي ما يعني نورمالمون الواحد كاع ما يفوتش بالسياره ديالو هنا الصراحه، كاع ما يفوتش منها الا ما كانتش الضروره، وممكن تفوت في الصباح ولا هكا، يعني مين كيكون بحال الظهر شويه كيكون الضغط ناقص، ولكن من العصر الفوق ولا من يقرب العصر كتكون واحد الروينه هنا، من الاحسن الواحد كاع ما يفوتش بهذا الطريق. غادي ندور هنا على اليمن، نمشي شويه للجهه ديال الفرياض، يعني غير على الطرف ديالها دروك كتكون خاويه، وغادي نمشيو مع الزنقه اللي كتدينا المقبره المحمديه، وغادي تشوفوا معنا ديك الطريق اللي كانوا يخدموها مؤخرا اللي كتفوت على الطرف ديال المكتب، نشوفوا واش تغيرت، واش تبدل شي حاجه، واش زادوا شويه في الاشغال، ولا باقيه الخدمه هي ما تبدل والو. المهم غادي نشوفوا. هو الجهه ديال الفرياض يعني خاويه في هاد الوقيته، ماشي شي ماشي عامرة بزاف، ماشي بحال في العشية. الخوت وصلنا لهذا الشارع اللي كان فيه الاشغال من هذه مده وهما خدامين فيه. المهم راه مازال على ما اظن مازال ما يكملوا، غادي يبداو يديروا التريطوارات، غادي يبداو يكملوا الخدمه ديالهم. شوفوا معايا هنا هذا الشارع، هو هذا اللي كيفوت على الطرف ديال المكتب، هذا اللي كاين على اليسار ديالنا، هو هذا الشارع الخوت. راكو تشوفوا معايا راهم راسمين البلاصه ديال التريطوارات، راهم حاطين المهم دوك باش يخدموا، ولكن مازال الخدمة عاد مازال ما كملتش، ما كاينش شي بلايص داروا لهم، يعني بداو يديروا دوك الطوبيات الكبار ديال التريطوارات في الجهة اليسرية، حتى هنا شوية في الجهة اليمنية. شوفوا معايا زادوا هاد الخيوط ديال الضوء ديال البوطويات دوك الحمر، هنا غادي يديروا البوطويات ديال الضوء باش تكون الإضاءة في هاد الطريق. والصراحة هذا شارع اللي غادي يكون واحد من الشوارع الرئيسية المهمة، وغادي تكون واحد الإضافة كبيرة في المدينة ديال بركة.
هنا راهم يديروا شي حاجه ما عرفتش واش راهم يحفروا شي قادوس كبير يبان لي في وسط الطريق. هنا عاود راهم يديروا بلاصه التريطوارات يعني داك التراب راهم ينزلوه. المهم الخدمه راها يعني راهم خدامين فيه، راه الاشغال متواصله في هذه البلاصه، مازال عاد ما تكمل ولكن راهم خدامين فيه، نتمنى انه يكمل في اقرب وقت.